كان عندك مشروع مع الفنان الله يرحمه أبو عدنان، هذه القامة الإعلامية اللي نفتقدها، الفنان الكبير اللي بي يعني الله يرحمه ويعفو عنه، عبد الحسين عبد الرضا. هو بدأ يعني هم نرجع نقول سعد المعطش الله يرحمه الداعم لي، اتصل علي بيوم رحت لخير كان يقول لي في واحد جاينا وبي يشوفك شوية، ولا على دشت الله يرحمه أبو عدنان. أنا يعني تفاجأت لما شفته الله يرحمه، يعني واحد أنت تشوفه من وأنت صغير يعني، فسلم وهو فحتى طالعني شيء كان يقول لي مو أنت اللي تقول شيء ما شيء. مرت المكتب كان يقول لي الله يرحمه فايق عبد الجليل من توفى ما حصلت أحد يعبي مكانه، يعني في عنده أهوة بالمسلسلات أو السكتشات وكذا يستخدم الشعر يعني، فقال لي أبيك. أنا طبعا يعني قلت له اللي تبيه يعني من يدك هذه لإيدك هذه، وعدنا إنك أنت تشتغل معه هذا يعني مكسب لك طبعا. فاستمرينا ونروح، بعدين فاجأني قال لي بيك تكتب لي مسلسل. قلت له بعدنا أنا يعني عمري ما كتبت مسلسل ما أعرف يعني. كان يقول لي إحنا عندنا سيناريست وايد وكذا لا تحاتي، أنا بالفكرة أنت يعني أنا بكلامه وحي الشاعر إيه، قال لي أول شيء أنت مخك مو تجاري يعني توك، وبعدين أنت عندك النفس الكوميدي بالكتابة وهذا راح يساعدنا. كان عندك فكرة المسلسل النائب، وايد الفكرة حلوة كانت يعني، إيه كانت وايد توفقنا فيها يعني، يعني بس للأسف ما شفناها على أرض الواقع يعني. إن شاء الله يعني أقول حق المنتجين ترى عند سامي الأنصاري فكرة. أنا والله عندي يعني عندي موضوع الحين طرف بالي، طالما شيء أنا شوية صار لي ما أدري يعني حق لي إني أقول الموضوع هذا. أنا في واحد من المسلسلات اللي طلع ونجح هو كان فكرتي أصلاً. معقولة مثبتة كتحقيق الفكرة؟ في عندي يعني أشياء تثبت إن الموضوع هذا اللي هو للأمانة مو المسلسل كامل، الفكرة العامة وبعض المشاهد وكذا سووه، بس للأسف ما سووه بالطريقة يعني خذوا الفكرة ونفذوها بطريقة غلط، ما كان مو بنفس القوة يعني اللي كنت أتمناها أنا.